حاجات جديدة. تقرا منطقه مثلا في الف شير 990 ما يخدموش، مشكله كبيره. هي مشكله كروسيال، مشكله بتاع الصف. قلت لك حاجه في 13 في الصيف، مش عمرك 29 سنه. اي سي بروباجي دون لو تو البي. ها اللي يهمني انا بالضبط. En utilisant un système, ils ont été impressionnés, je vais avoir diplomatique de ce pays. En utilisant un système unique dans son genre, nous avons comme tout. Qu'est l'Internet, le virtuel. Ce qui me permet de conclure que notre révolution est une révolution digitale. Vous voyez, mais si je me trouve pas chat, je ne sais pas, mais je ne sais pas, 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 Facebook, je ne sais pas, je ne sais pas, qui s'est déferlé sur tout le monde du monde. هذاك سي تافيري ديجيتال قوة جبارة، وما وجودي هنا أنا إلا بالفيسبوك. أنا خاطر أقلوني راهو صحيح يكذب الزيرو يكذب قال لي خلي برا راه. شنو أسباب الإقالة؟ حتى شيء أسباب الإقالة موضوع كبير ما تكذبش. لا 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 باش تكون في بيرتينون كل شنو اسم تعيينك انت؟ طبعا ما قلت لك كيفاش تعمل كارير تاعك كيفاش سياسي؟ انا مش فاهم شكون وزير ولا حتى كتب عام تاع الوزاره. خاطر التكوين القضايا نحن كان بيه كونستيبي تاع التكوين بلوكين في مخاخنا شويه. تلقى كيك زار تقول لك كتبت بيه وكذا من كيك زار كنا كان بيه تلقى عنده سيد تروح الدار نمشي المكتبه مش محاضر هكا نحضر خاطر سياسيا مش حق دوتر بار ما نشتري كاري سياسي من كثر الحجم الملفات تلقى مصاب. شبيه انا قاضي تقول تحطوا وزير الداخليه قاضي بيني ماجينا بلا ما كانت خم كنت شبيه مهبل هما حطوني انا وزير الداخليه ولا اي وزير ممكن حطي وزير املاك الدوله ممكن في كوتي ولا جوريديك ويوكور الخطه تاع وزير تطلب انسان باش يكون مسيس سو كي ني با لو كا بالنسبه لنا احمد عضو انا علاش عايدو السياسه دونك ساحلي كل واحد يقول السياسه كانت عند السواحلي ملي دخلت قطوس كي تقلب بهم الوضع الى الساعه ماهوش مستعدين يستلموا الحكم. واللي كان تقلب تجي انتخابات ضدهم يقول نظام عسكري انا ناكد لك. وما اسناد شو اسمه جنرال عمار تروى شيف الدار الزرمي الا الاحضار العمليه هذيك. وباش مشي الجزائر باش نسق العمليه هذيك وكان ياخذ النهضه الحكم يقول نظام عسكري. وش العمار مش في القطاع؟ ها؟ في العمار مش في القطاع؟ ربما نسق مع الرئيس ممكن فما الامكانيه هذه ما تقابلوش هذا. بحيث يحكموا تو اللي قالها شو اسمه في مجلس تاسيس شو اسمه في مجلس حمايه الثوره التصلح السياسي. قال حكومة ظل هي كمال طيفه. مع الجروب بتاعه في الاهلي. مش مستعدين ويخدموا تو حاضرين مثلا ببلاغه اني محضرين 37 كار في التجربه الجمهوريه ومحضرين برشا فلوس. كي تشري الاصوات هذا النظام القديم وارد جدا باش ارجع بنسبه 90%. انا نرجع كيفاش تعينت انا، كيفاش تعينت؟ نهار الخميس برك الجور ما عملش شيء. انا عملت باساج في مسير كنت اربع سنين رئيس دائره في السنة هذه. خد معايا شو الجماعه عندهم علاقه كبيره مع جماعه الطيف مع السلطه مع الوح. كي مبرمجين غاديك وتقلبت الوضع وثلاثه بعضها تكون سيد وزاره الداخليه. شكون يجيبو شكون يجيبو شكون يجيبو يجيبو انسان يبيضوا به الصوره تاع النظام الانتقالي اللي هو يجلب النظر اكثر ما يجلبش وزير الماليه ولا وزير التنميه ولا وزير الخارجيه شويه من الداخليه خاطر السياده بسمع السياده بسمع الكفر بسمع عليه خاطر النظام والقمع والضغط على العباد وقوة النظام أنا بالداخلية حتى إنسان انتقالية ها إنسان بلانج ما عارف شيء يسرقوا له كابوت ومرايات أنا كونكوا ترتور بقى في نفس الوقت يقولوا هكا معناها كي سوليد شخصيته تتكون وما كما تأثرش في ساعة وصاحب مبدأ صاحبي غاديك اللي يخدم معايا في المسوسة هو عمل لي تليفون الأولاني بكل مسوسة قال كذا وقال لي بصمت عليك بصوابع العشرة بقى قال بصم عليك بصوابع العشرة ما نعرفش ما خليش شكون بقى ما سنتيش عرفت انا. هو اسمه سامي. مش انا في اسمه. بدنا نعرف انا كذا نصوص خالد الزين اسمه من زيد عيسى. رئيس دار الجنائي في سوسه تو. فهمتي؟ بعد هو كلمني وزير الدفاع انا كان في زبيدي. بعد هو كلمني عفى تحمر رئيس لجنه التقصي الحقائق. دوك مع بعضهم قاعدين. بعد كلمني غدوشي. قلت له
شوف كذا قال واحد الجيش مش فهمتني شان هاي تعين شو كذا واحد وأنا قبل ثلاثة أربع أيام ما تقع إقالتي ديجا عملت قرارات حتى أنا مش نعزل المعتمدين الكل ودول دخلت 35 دخلت كلهم يجيني فاكس كيما فاكس كيما جوال قال يطلع مثلا شو اسمه كذا حمدي بن صالح حمدي بن صالح قال أنا كذا وراني عندي أربع سنين بطال وراه عندي مثلا معهد صحافة وعملت ستاج بقى فلانية نحب تخدم معتمد تقول نسقي المعتمد هذيك هكا عملت 35 اللي عمل دوموند وعمل شو سيدي كملت العملية هذيك بتاع يجي اسم من قيد قولوا عملي ستاج نهارين هاتوا ما تمدش المشكلة 35 مشي قلت له انا ما نمدش مشي 35 264 كنا حي نعمل عليهم جليل نحب ما تمد يتفضل من السعودية الشعب التونسي وقت الشعب التونسي تنفس السعودية للحق وما حبوش حتى عينوا فيهم الولايات وقت انا نعين ونقول لي كيفاش كذا عينوا مرسيدي عينوا مرسيدي ما حبوش ما مقررش شيء هما راه هيك خديت قرار باش نعزل كذا وما عملنيش نحيد من الاربعه كي قلت له حضر البرقية نهار اثنين قلت لهم شيء كذا قالوا زروا لي عيط قال لي برا مشكلة لك قبل اللي قلت كذا يوم اربع ايام عيط لي واحد من نعرفه من المستشارين صاحبي هو قال لي راهو فلان هذا كان مخيف حاجته بيك قال كي جاوش البحرية قال قلت له ما نمشيش قلت له هو هو العمل هو جاب باشي هو جاب غنوشي هو سير في الدنيا كله سير في العالم قال لي صاحبي قلت له خويا ما نمشيش قال علاش قلت له السببين اثنين كي باش نمشي قلت له 100% وقتها كي نمشي ماشي في اسمه بيه اللي مشيت وكيد تقابل كل شهر هو عنده طريتي مو شيطان تقا يصورني كي جاي مدخل الدار ولا عارف شنو مدخل كذا وربما يصورني في خمس سنة دونك حتى في فيسبوك كل كذا خايب كل ابوه هذا هذه اللي بتساعدني ربما يصورني وما يستعملهاش لكن هو العروض اللي عنده شو شكون اللي هو شكون يخدم انا وراك انا كيما نقول في الارسيدي انجليزي ما نخدم ناس كيدي نحي وجور قلت ريان كنت نحيك إقالة يعني سبب إقالتك هو احترامك للقانون بسبب تحب لا فما النظام الخضي مشي معاه ربما استعمل هذا المستوى ذوكي بيساعدنيش خلي بالك مش عارف لون دو ماك خدم الفيسبوك وقلت لعبت الشقة شو شو خاطر انا كنت نجم نخرج برا نقول له 60 راهم طردوني كذا تعاود ترجع ترجو فيه قلت لي قلت له يا رسول الله جيت 28 جونفي تحسنت العمليه شهرين تحسن الوضع تو انا معناها قناعاتي معقول كما يقولوا هكا نبني الكاس هذا نسيت التفسير وبارتراسيب ما نقبلش خليه هكا وانا ما نقول ضحي بس مش ضحي لان ما كنتش نخدم وزير نرجع وين كنت لبس عليا الحمد لله معناها تري بيان ما قلقنيش بكل يزيدني شيء بالتومي نخدم 16 ساعه 17 كاتاستروف نتاعك اللي سير خاطي ما يقبلش الحيله والتشتيت كما يقولوا البيع اختار انا كنت نجيب حد جون بيان بالحرام ماهر حتى بوي ما يقبلش ولا ما قعدش هذه فما ناس رجلو قال لي 1000 وفاضل هذا قلت له نخبر تعين تعين مش عايز واحد من الزجر المالي كور دي كون واحد من تريبينال ادمنستراتيف مش عايز يعني مش هو مش عايز علاش هو اختار خاطر في المجلس الريف شي يعرف ما حبوش هاوش نعرفوا ثلاث اسماء قال بالنسبة لك انتي باس تقول فرحات راشد كل سيما قلت له حتى اذا كان قلت بالنسبة لي نخشي مش تعلق بها ويسام اذا كان تراه مصحة ومن الضرورة وحفاظا على مستقبل البلاد واستقرار الاوضاع ما عندي حتى مشكلة حتى عم ترحموني حتى نكلم وانا قلت قلت ديجا كلمته قلت له نبهت عليك راهو يعينوك جماعة اخرين ما لا تفوتوا فيه بوزيستي نيرو يعينوني خاطر نصح ترحموني كنت مع عقارية بعد جاي احمد خاطر صار مني احمد كي دخل متربص وقت ملحق قضايا قعد معاه بديرانا وعلمته خدمه قلت مع احمد ما يكلمنيش انا ما حتى مشكل يبقى مشكل سياسي الواحد طبعا احمد مثلا قاضي يمارس السياسي انا خويا اللي مساعدنيش هو ربما مازال صغير عمره بيسير وزاد يعني ما عادش مستعدات بيجي مثلا توك جاي عمل حكومه القريه وانتخب من السياسي يقول لي فرحات خذ وزاره ناخذ وزاره مش تقلقنيش نحب هكاك نحب انا شنو انا الابروش تاعي نحب هما يعطيوني انا ما نساعدش ما عندك حالة تطلع في كل حزب سياسي ولا مدير لا 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 مانيش مبرمج التو مانيش مبرمج ما نعرفش كان حزب يخدمني مثلا كنت بتقتضي الضروره باش نخدم معانا في خطه معينه نخدم سي بون حزب سياسي بوم ولا شنو حزب سياسي؟ حزب سياسي مش حزب في خدمه ولا خدمه كبيره فيه خدمه كبيره ما نعرفش رايك في التعدديه الحزبيه في المشهد السياسي كنت باهي باهي
انا اقول لك التعريض رحت 50 حزب براتيكمون انا عملت اغلب الاحزاب انا كشفت وزاره الداخليه نقاط من احزاب السبع اليوم من حزب كارتون سمان هذاك ودرت السلطان في وقت النقاط سيدي جليد تاع الشؤون السياسيه ما خدت وقت عام علي ما حتى بامبوتير ما ديريكتور هذيك حد ما عليها تمشي تو مثلا فكرة خلي ورا البوليس حتى سير ندخل قدام دير الوزير فهمت هذا بيبان حتى سير حياته كامله الى اخره وديريكتور تلقى كذا جاي يبدا هكا حسيت انه رائع اللي ما عندوش حتى برا كي يجي قاعد يبدا كيف شي يقعد ما يقعدش مديرين عامين معناها ساخط ما صورتش يبان يشوف شيء هذاك هم بيدهم راهو مقموعين حتى في الداخليه فهمتي هذا ما وقت هذه سيدي جليتي ودار اللي يجيهم هكا جي سامباليزي ما عم يجي كيما كاين يدخل القهوه دبو زماء ويقعد وساعات كيف سيجاره حياته كان ما يعرفوش هذيك مركز القوة في وزارة الداخلية وين؟ كل مقبول وزير هل رفضت تاعي انا؟ هنكمل هذا القلق السياسي السياسي ايش قلت لك الاحزاب بين الاحزاب لا هي ما خدت الاحزاب الاحزاب وقت عملية خطوة قداش قال تقريبا فما 28 حزب وقتها 28 الخيار تعطي ولا ما تعطيش برشا جماعة جاو هناك ما نعرفش كان دوز دروا كان شرف الدين مثلا في المستوى هذاك كله براهول في المشكلية نعطي ولا ما نعطيش انا زدت مانيش عنديش فكرة الاغلب الراي ما تماخذ عليه من الناس اللي عندهم اراء كذا كلهم قالوا لي كي ترفض انت وكيف ما حزب هاك خاطر الكرتون كيف ترفض ما نعرفش ياخذوا الكرتون الكرتون في الساحة السياسية ما عندوش مصداقية يقول لك تشليك اللي خلانا كذوما وهم حزب بهين الجايين يجيو مش معروفين جيو في ظرف تحل فيه اللعب السياسي كما قلت بلا وبعد بالتالي بعد فوتي حباب الحريات وفوتي حباب اللعب على في المستوى السياسي على مسرعي وخاتي فرص الناس كل يدخلوا في المقاربه دي التحرريه وفي دار اللي بقصد انشاء وتركيز ديمقراطيه ثم ناس كي تحل حزب التحرير اسمعني حزب التحرير بشوي اترجي الاحزاب خلوا كي تسيب خير خلي نمشي حتى 3000 حزب شنو المشكل هذيك معناها مظهر ما ظهر ارسال ديمقراطي تحب حزب عندك شروط مبروك عليك تنجح ولا ما تنجحش سي با مون افير هذيك دونك ظاهره ايجابيه تسمى خلي سيب قلت سيب سيب مشينا طاف طاف عاتي عاتي تقريبا 20 وقت وصلنا 36 وكذا قعدت نخمم انا وحدي كنت عمالي يخطو المشرع ستوبيد كي كثر الاحزاب كنت عمالي مش ستوبيد المشرع سكوان انا هذي هذا يجي حزب نعطيه حزب حزب عنده برنامج ومخطط وايديولوجي قلت له صعيب ياسر كي نوصلوا 20 حزب مش تلقى حزب من 21 عنده ايديولوجيه تلقى تاع داخل شنو الافكار قداش من الافكار الحزبيه قلت له فماش قاعده قال لي فماش قعدت نقرا فيها الوزاره الداخليه هكا الوزاره الداخليه زيد نقرا هذيك تاع الزيسير نقرا فصل ترانشان لا يتكون حزب سياسي إلا إذا كان في مبادئه واختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ واختيارات وبرامج عمل أي حزب من الأحزاب معترف بها قانونا. ولكن نقول شنو نعمل؟ تحط أن دو تروا كاتسان ديس هذا راهو موضوع كذا كذا. نقول لك يجيني حزب جديد نحل نشوف موضوع شنو نقيم. كنا نقام مواضيع تعمل كذا نرفض. ما عندكش الحق تاخذ حزب في نظرية ديجا يمارس فيها حزب آخر. وقت اقول لك برا اتلف ولا انضم خلينا نشوف ليس الاحزاب الاشتراكيه والله في كله بدي انا برسي معكم ما تعترفش لما قلنا معناها لاثراء الساحه السياسيه وهكا ولدعم الديمقراطيه خلي يمشي علاش تفضل حزب التحرير؟ بعدها وعلاش؟ حزب التحرير تفضلت بالنص يعمل الحزب السياسي في نطاق الشرعيه الدستوريه والقانونيه والقانون وعليه أن يدافع ويحترم ويدافع خاصة يدافع على شنو؟ نبذ العنف هو عنيف تصريحاته نبذ العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه الأخرى هذاك حزب ينادي بالعنف يرفض دير حزب النهضة شنو المجلة هذه؟ هذه مجموعة نصوص تتعلق بالتنظيم السياسي وحرية العام نبذ العنف هو يتبنى العنف انا لا مجال لمنح اي رأس انتو نهضة بيدو جاي نشور البيرو قعد معطل
الحزب يبقى نشوف حاجات يعمل الحزب يجب أن يوصف في 9 اسم، يجب أن يكون عنده اسم، اسم الحزب وغرضه وشعاره ومقره. دونك يجب عندك شعار، أما شعار كما كي كما تاع الشغل يحط يد فيه كما شعار جمهوري تونسي. الحزب يجب أن يعمل شعار وحتى مربع مستطيل هكا وحط فيه كتاب كتاب مع مصر. قلت وقت جاب عليه قابلني قلت شنو الكتاب هذاك، قلت له هذا كتاب دين، ما لازمش الحزب يشير يوحي باتباعه للدين وكذا. قلت له شنو الكتاب هذاك؟ قال لي كتاب علم. قلت له حط لي كتاب علم، انا هو الكتاب تاع كليلة ودمنا تاع ابن سينا تاع كذا، ما تنحيش هذيك. قلت له ما نعطيكش، مشى لحق نحاها جاب فيه غصن زيتون، هاي تتصل اعطيك الترخيص. سفرحات ما رايك في رد الدوله التونسيه على هما سيد باش تلومهم العباد باش تلومهم هذيك؟ تفضل ربي يرحمها. انا ديما عندي قناعه الوزير لازم يكون رجل قانون، قال ما كاش قانون يجي بس يصير اسمع عليك كيما تمشي بالنيه يقول لك ورقد في ثنيه، القانون ورقد في ثنيه. قول له اخويا هذه هكا ما تجيش هكا قد صح ما تشوف حد ما عندوش، اما تبقى والسلاح كان حد ضيق يزيدوا له مش قريت قانون يزيد تفهم يزيدوا له تغلطش. كان تغلط في حاجه قانونيه واحد كذا ما سكريوش 10 سنين مليك اللي تغلط درجين يتقضى عليك، ما تغلطش في الحاجه شك فيها شاور استشر يا فلان هكا هكا شنو رايك في المعطى هذا كيفاش يجي انت كذا ما تغلطش ما تغلطش برسي بعد السلام. وحاجه اخرى مش قانون بركه وما تاخذش ما تبدلش يدك، انا طبعا عليك كوربسيون. عطيتك بقوله كبتكش على حكايه الهوتيل فيب، انت تسال ما خليش كامل جواب تسال صريخ. مشيت الاستاذ قلت لك نهار العداله الجنائيه دخلت الهوتيل غادي ما كملتش هذيك الحكايه. لقيت الراجل استنى فيه لبرا، فما واحد تنقز قالوا له جا استاذ سيد وزير لاباس صفا قال لي ندور في الهوتيل دور لي بون ريجيست قلت له مش هذا الملتقى فك عليه جيب لي حاسب جاتو هكا وصاليه فرح بيا شيخني قال لي بارك الله فيك يعطيك الصحة عاودها كذا سكت عليا لكن زاد عاودها بعد قال لي والله ما انقذتنا مؤسسة كذا فيش انقذتك باش تخدم فيها انقذت عليك وقت كي إلى الساعة وكلمة ثانية فهمت قلت له قال لي أنت راك صحتنا في رخصة 10 قال لي 4 سنين ما خديناش أنا وقت في الوزارة كيفاش جات دوسيه كي كبير واحد في الأوتيل وخدمة نتاعو موظفين وكذا وعنده شركة مع اسبانيين حسن ضروري صرفت مليار لكن الموتيل تو غادي كافين تاع دي باساجي ما تسربيش فيه الكور ما تصورش لقاش راه خاطر هذاك يكونبونس شرا دو ويهرب عليك ليونيت خاطر كي يجيب يجيب طليان ولا اسبانيول وكذا يباتوا لي في الموتيل يحب يعمل تاع بابير ولا ويسكي تقول له ما نبيعوش ما عادش يجيك يقول لي شو القمر في بس دونك ضروري ولا ما تعملش فيه اعمل حاجه اخرى اعمل بقرات. قلت له علاش السيد هذا تعطى مريق الدوسي نتاعي عندكم شنو مريق هي عليه شكون يقول لي صحيت بعد ثلاث ساعات بعد ثلاث ساعات وجيب رخصة تاع شراب فيها باش رسول مريق بعد ساعات فيها باللي صار ساعات فيها كل شيء. انت قلت علاش ما تعرفش؟ قال انا طلبوا علي 100 مليون ما عادش ولا كسبانين ولا ما ندفعوش رخصة تاع شراب في الاوتيل ولا في الريستورون 100 مليون تباع من حاجات اللي مش معقول واللي مش معقول اكثر. قلت له كيفاش؟ قال لي رئيس الدوله هو صح كيفاش رئيس الدوله؟ ماني قزم روح يعطي رخصة 10 حتى الوزير ليه قلت له هذه رخصة هكا باش عملنا ما نشوف بعد قطعت خاطر الوزير الاول قال لي في العقل وكذا موضوع حساس 10 مش حساس شنو حساس؟ قلت له موضوع حساس بالنسبة لي أنا هو إنزال أهم من المنابر أهم حكيت رخصة 10 قلت له بالعكس الكور كونتورني تجاه القناة سيب رخصة 10 بهذا الرسول شنو المشكلة؟ قلت له ما عادش تلقى صف الجرام سيرفاس اعطيها من كل رخص طيب او شراء بالحرام لا تلقى واحد صف كيما يشرب دبوز زيت ولا باكو ملح يشرب دبوز ما نروش البنان ذكر بكر البنان ديك صغير بنان بكر تبدا مرات توحى ولا حاجه نمشيو على فرنسا وصلنا في المطار بيجيب كيلو بنان باش المرات ترضى البنان كيما جبتو في ساغا ديامونت تو مازالش العرب يشريو يشريو الهندي ما يشريو البنان بحيث هذاك الاعتقاد
كل حاجة تنزل فيها العباد يعمل العكس، يعمل دروب يولي كوكايين يسال النوع مرغوب، يولي مش مرغوب، يولي من معناها يسلف كل شيء يحب هذاك. حكينا على مركز القوة في الداخلية، حسب رأيك وين يكمن مركز القوة في الداخلية؟ مركز القوة في الواحد في المسؤولين عن الإدارات العامة كل هذوك بوفار الوزير. علاش؟ مش الشمس مجيش الشعر الدنيا كل من اللي كان شيخ أسلاح في مستوى الوزارات، وزارة الدولة برانسيبالمون في الإدارات العامة، خاطر الوزراء هي المو راه محموش تخدم أرقى الوزراء برشا مشاكل ساعات الوزير يقول والله ما في بالي، خاطر كل وزارة تاخذ تربية، المو عنده تربية يا أخي الوزير مسكين شو يعمل شو مش يعمل، وزارة التربية النشاطات تاعها من تبرقة حتى المبني شكون؟ مديرين جهويين والمديرين المركزيين في الإدارة، الوزير بريما ياسك يحضر الصحة الكورية اللي هو دبريك المكتوب وبرشا أمور ما يجيبش يطلع عليها خاطر كيفاش يطلع على جميع المشاكل ويلم بها ويعرف وضعيتها ميدانيا ويطلع على نصوص المنظمة لها وكذا يقف في الإدارة هذيك، هما لكن طول ويعدي وصح كيفاش هذيك كلمتين وكلمتين ديما حتى المديرين العامين تبدا قاعدة وزير يجيك مدير عام شنو هذه؟ شبهها كلمة تجيب ما مش معكم جيش ما هو ملم وهو محترف نقول مثلا العربي كل سيد في خانك تاه قتال فهمتي يغمك كيما سير كان عند الزولاد ينجم ربيهم القدا كان عندك 10 ولاد ما نجمش تربيهم القدا خاطر كل واحد يجي يبرلك كان الزوز اللي تحسرها دونك السلطه والنفوذ في الاداره في المديرين المديرين هم الباص هم هو المحرك الاساسي الكوربسيون والهم والمشاكل كذا معناها علاش تدخل الوزاره الداخليه ضربت المديرين هم الكل اللي كيف عليك هم الباص واذا كان مقتنعين الشيء بالتوجهات الشعب تعملها انت يتبناها يعملها بامتياز واذا كان رافضين هذوك ما تمشيش رجعهم يخدموا فيك رجعهم يخدموا ياسر لا ما نعرف رجعهم ياسر رجعهم في باليش ينجم مش باشي في رحلة خيار رجح مرقب سي نورمال يرجعها خاطر اللي رجعها هو بسهم درجة كبيرة في تكريس العمل نتاعهم اللي ربما رفضوا التوجه الجديد خيار رجعها مشكور مو كان في القديم يرجع بتاعنا احنا حينا القديم هذاك رجع على القديم يرجع هذاك يدل ان انتفاضة اكيد قلت يرجع وعيب يرجع أنا ضد جميع المقاربات والتوجهات والتحولات اللي وقعت. منين ليك أنت رجع؟ هما ياسر معلومات في الفيسبوك ياسر أنه رجعوا لا ما رسلتش لكن ياسر عندي شكون خليك هما 48 كادر 42 42 هما عدد كبير رجعوا. تحب مسؤوليتك كامل.